نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فم. نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فم، أهلا بكم. البداية بالعناوين. وزارة التربية نحو تقديم تقرير عن أعداد امتحان مادة التاريخ لشعبة الاقتصاد والتصرف. يوم غضب الخميس المقبل في قطاع الصحة. تواصل المجهودات للسيطرة على الحريق الموجود بجبال بيجا. في تفاصيل أخبارنا، نقلت إذاعة شمس فام عن وزير التربية فتح السلاوتي قوله أنه قد طلب تقريرا مفصلا عن اللجنة المشرفة على أعداد امتحان مادة التاريخ لشعبة الاقتصاد والتصرف في إطار الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا، وذلك على إثر مراج حول تسجيل خطأ في الاختبار المذكورة. وفاد أن هذا التقرير سيكون جاهزا وسيصله اليوم، مبينا أن الموضوع في انتظار التثبت وسيتم اتخاذ القرارات اللازمة. أفاد كاتب عام الجامعة العامة للصحة حسن المزني خلال مشاركته في إذاعة شمس فام اليوم أن العاملين بقطاع الصحة سينفذون يوم الخميس الموافق للثلاثين من شهر جوان الجاري يوم غضب، وأوضح أن من أهم مطالبهم ترسيم المتقاعدين والوقتيين، مشيرا إلى أن عدد الأعوان المعنيين بالترسيم يصل إلى أكثر من 3000 عون من مختلف الاختصاصات ومن بينهم عدد من الأطباء. وشدد المتحدث على أنه تم سابقا تهديد هؤلاء الأعوان بقطع الأجور خلال شهر أفريل الماضي، وتم الضغط عليهم للإمضاء على عقود غير قانونية. من جهته، قال رئيس نائب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي في مداخلة له على إذاعة جوهرة فام أن هناك مساعي حثيثة بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لإعداد مشروع قرار نهائي يضبط صلاحية الهيئة في تنظيم حملة الاستفتاء. وكذا أن حملة الاستفتاء تنطلق في 3 جويلية القادم، كما تم ضبطه في الرزنامة الصادرة عن هيئة الانتخابات، مشيرا إلى أن اليوم هو آخر أجل لقبول مشاركة في حملة الاستفتاء، وستشرع الهيئة بداية من يوم الغد في البت في هذه المطالب. جهويا، تلاقي وحدات الحماية المدنية والغابات صعوبات كبيرة في إطفاء حريق اندلع منذ يوم أمس بجبل المرة في معتمدية مجاز الباب من ولاية بيجا، وأتى حتى الآن على أكثر من 150 هكتارا من الأشجار الغابية وخاصة منها الصنوبر. يتواصل إضراب القضاة لأسبوع إضافي بعد أن قررت تنسيقية الهياكل القضائية التمديد في تعليق العمل بكامل المحاكم العدلية والإدارية والمالية وكل المؤسسات القضائية للأسبوع الرابع على التوالي. دوليا، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أنها تدرس إعلان حالة القوة القاهرة خلال 72 ساعة القادمة ما لم يتم استئناف الإنتاج والشحن بالموانئ النفطية في خليج سيرات. ختام نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزارة التربية تؤكد أنه سيتم تقديم تقرير عن أعداد امتحان مادة التاريخ لشعبة الاقتصاد والتصرف. يوم غضب الخميس القادم في قطاع الصحة. كانت معكم سوار بن حميدة. لأكثر تفاصيل زوروا الصفحة الرسمية الحياة فام على الفيسبوك. نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فام.